دلوقتي مشاهدينا نروح لزوم مع الكاتب احمد مدحت سليم عشان يقول لنا رايه برضه في موضوع حلقتنا النهايات اخلاق. اهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ ايمان، ازي اخبارك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا بيك وكل اللي طبعا انا بيتفرج عماله عليك اخبط يعني. فيكم من الصبح، ما اعرفش ان انا هيبقى زوم معايا راجل. يعني لو قلت بقى انا لا لا ويسر خالص واخدين خالص، راحتنا عايز اقول لك والرجاله على حاجه. انت السبب. دايما كلامك الحقيقه بيبقى بيعبر عن وجهتين النظر، يعني دايما كلامك الحقيقه يعني رايي بيان ان هو في صف المراه والكلام ده كله، لكن بالعكس انا دايما بشوف ان هو حيادي طب ودايما الحمد لله. بتتبصر للمشكله الحقيقيه مش للاشخاص او مش للجنس يعني. والله انا ف بحس انا بروح للمشكله الطرفين مع بعض، يعني انا عايزه الحياه حلوه، بالظبط مش عايزه الاتنين ياكلوا في بعض، ومش عايزه مشاكل، ومش عايزين طلاق، ومش عايزين انفصال. لكن عموما النهايات اخلاق، مين اللي طبعا بيخلي نهاية النهايات أخلاق. اخلاق، الست ولا الراجل؟ مين اللي بيعمل مشاكل؟ خلينا نتكلم بالمنطق. هو طبعا المفروض الطرفين مسؤولين يعني بشكل متساوي، ولكن بصفة أكبر الراجل طبعا. يعني الراجل يقدر يهدي الموضوع، الراجل يقدر يوصل بالعلاقة لبر الأمان، سواء كانت العلاقة دي جواز مكملين فيه أو كانت انفصال. ولكن انا عايز بس معلش اقف يعني ثانيتين قبل النقطه اللي احنا واقفين فيها، اللي هي نقطه الطلاق. احنا في نقطه طلاق، لكن هي قبليها في سنين كتير جدا هي اللي هتخلينا نوصل ان النهايه دي تكون اخلاق. احنا عندنا في المدرسه بيجي الابن يسال انا فلان زميلي ضربني، اتصرف معاه ازاي؟ هتلاقي بقى كميه اجتهادات كتير جدا، روح اللي بابا اضربه، يقول له خد زي ما حقك، ضربك اضربه، خد حقك. واللي بابا يقول له ايوه. روح اشتكي للميس، واللي يقول له اللي بابا يروح المدرسه يشتكي ويعمل مشكله. فاحنا ما عندناش اصلا نسق واضح للتعامل مع المشكله اصلا. فاحنا لازم نبدا من زمان جدا، من المدرسه لازم يكون عندنا مناهج. ودلوقتي على فكره يعني وزاره التربيه والتعليم بدات تتعامل مع الاطفال من ناحيه القيم، من ناحيه الاخلاق، من ناحيه الكلام ده كله. ولكن انا اتمنى انه يزيد على هذا الموضوع نقطه مهمه جدا، وهي التعامل مع الآخر، طيب، إدارة الغضب. إدارة لازم الطفل الغضب من هو صغير زي ما بقى يتعلم ده عندنا بشكل كده، علمي، ما زي يبقاش ما الموضوع بقى مجرد عندنا الكهالات. دلوقتي في بابا مصر. على حسب ما بتجيله الحالة يقول، حضرتك مامته سامعني؟ زي ما مزاجها بيقول بيقول. لا، لازم يكون في منهج تربوي علمي مظبوط يعلم الطفل من كيجي أو من أولى ابتدائي إزاي أتعامل مع غضبي، إزاي أتعامل مع الآخر. الآخر ده زميلي، الآخر ده زميلتي، الآخر ده زميلي مختلف عني في الدين، الآخر ده الضيف اللي جاي لي من بلد تانية.